بيت الله طوفوا وسعدوا. الهدي إلى المسجد الحرام. في هذه الحلقة نتعرف على معنى الهدي وجنسه وما يشترط فيه وأنواعه ووقت ذبح يوم النحر، وهل يجوز نقل لحوم الهدايا خارج الحرم، وهل يجوز انتفاع صاحب الهدي به. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في هذه الحلقة المباركة. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، الهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يهدى من الأنعام خاصة إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، الآيات 36-37 سورة الحج. جنس الهدي: اتفق العلماء على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله سبحانه وتعالى عليها، وأن الأفضل في الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الماعز، فكلما كان أغلى ثمنا كان أفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقاب أيها أفضل قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ثانيا، ما يشترط في الهدي؟ يشترط في الهدي ثلاثة شروط. رقم واحد، أن يكون من بهيمة الأنعام كما تقدم، وهذا مجمع عليه. رقم اثنين، أن يكون جذعان أو ثنية سواه لا يجزئ دون ذلك، فلا يجزئ من الإبل ما له أقل من 5 سنين، ولا من البقر ما له أقل من 2 سنين، ولا من الماعز أقل من 1 سنة، ولا من الضأن أقل من 6 أشهر. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلى أن تعسروا عليكم فتذبحوا جذعها من الضأن والمسنة الثنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في شأن جذعة الماعز: وهي ما له 6 أشهر تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. رقم ثلاثة، أن يكون سليما من العيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي أي من هزالها لا مخ لها. والعيوب في الأنعام يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام: الأول، أن تكون العيوب الأربعة المنصوصة في الحديث السابق فلا تجزئ. الثاني، أن يكون ورد النهي عنها دون عدم الإجزاء، وهي ما كان العيب في أذنها وقرنها ونحو ذلك، كحديث علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرفاء، فهذه يكره إهداؤها مع إجزائها. الثالث، أن تكون عيوبها لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها وتكره ولا تحرم، كمكسورة السن في غير الثنايا ونحو ذلك، والله أعلم. ثالثا، أنواع الهدي. الهدي نوعان، أجمع العلماء على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع. رقم واحد، الهدي الواجب، وهو أقسام: ألف، هدي التمتع والقران، وهو الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبى بحج وعمرة قارنا بينهما، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وهذا الهدي يجب على المتمتع بالإجماع وعلى القارن عند الجمهور. رقم به، هدي الفدية، وهو الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذ، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويكون مخيرا بين الهدي وبين الإطعام والصيام كما تقدم. وقد ألحق الجمهور بهذا النوع إجاب الهدي على من ترك واجبا من واجبات الحج، وعلى من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. رقم جيم،
هدي الجزاء، وهو الذي يجب على المحرم الذي يقتل صيد البر، وقد تقدم وقاسوا على هذا دما على من ارتكب محظورا من المحظورات في الحرمين كقطع شجرة ونحوه، هدي الإحصار، وهو ما يجب على من حبس عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو نحوه، ولم يكن قد اشترط عند إحرامه كما تقدم لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هه هدي الوطأ، وهو الذي يجب على الحاج إذا جامع أثناء الحج، وقد تقدم واو هدي النذر، وهو واجب على من نذره. أما النوع الثاني من أنواع الهدي فهو هدي التطوع، وهو ما يتطوع الحاج المفرد أو المعتمر المفرد بإهدائه، وما يتطوع به غيرهما فوق ما يجب عليه. رابعا، هل يجوز بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه؟ من كان في بلده ولم يذهب إلى الحرم فيستحب له أن يبعث هدي التطوع مع غيره، ويستحب أن يقلده ويشعره كما سيأتي، فإذا بعثه فلا يصير بذلك محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهو قول الجمهور. فعن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها ولدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. كم يجزئ من الهدي؟ ليس في أكثر الهدي حد معلوم، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100. فعن علي قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاه. فعن أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. الحديث وهذا في الأضحية، وقد أجمعوا على أن الكبش لا يجزئ إلا عن واحد في الهدايا، إلا ما روي عن مالك من أنه يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة، بل إذا اشتراه مفردا، ويجزئ أن يشترك 7 في بعير أو بقرة، وهو قول الشافعي المشهور عن أحمد لحديث جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن 7 والبقرة عن 7، وعنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 7. قلت: بل ذهب إسحاق إلى أن البدنة والبقرة تجزئ عن 10. وفي حديث عائشة: فلما كنا بمنى أوتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر، وأزواجه 9، وقد جاء في بعض الروايات أنها كانت بقرة واحدة بينهن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المغانم فعدل الجذور 10 أشياء. وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجذور 10 والبقرة عن 7. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه 3. رقم 1، إما أن يقال أحاديث 7 أكثر وأصح. 2، إما أن يقال عدل البعير 10 من الغنم تقويم في الغنائم لا أجل تعديل القسمة، وأما كونه عن 7 في الهدايا فهو تقدير شرعي. رقم 3، إما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل 10 شياة فجعله عن 10، وفي بعضها يعدل 7 فجعله عن 7، والله أعلم. خامساً، ما وقت الذبح أو النحر؟ يستحب الذبح يوم النحر 10 من ذي الحجة بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والطواف كما تقدم. وأما وقت الجواز
فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال. الأول أنه يجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبه قال علي بن أبي طالب، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والأوزاعي والشافعي، واختاره ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم، وحجتهم حديث كل أيام التشريق ذبح، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي والتشريق ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام فلا تفرق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. الثاني أن وقته يوم النحر ويومان بعده، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وغير واحد من الصحابة، وحجتهم أنه قد نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالوا فهو دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، وفيه نظر، لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث لا يلزم منه النهي عن التضحية بعد ثلاث. الثالث أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية، فدل على اختصاص حكمها به. رقم أربعة أنه يكون واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى، وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. الخامس أنه من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة، وهو محكي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والنخعي. السادس أنه لا يختص بوقت معين، وهو وجه عند الشافعي وضعفه النووي. قلت الأظهر أن أيام الذبح أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده، وقد قرر هذا مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية بالأكثرية. ما مكان الذبح والنحر؟ قال الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى، وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وفي لفظ وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فالهدي لا يذبح إلا في الحرم، ومن ذبح أي مكان من الحرم في مكة أو غيرها أجزأه عند الجمهور. وقال مالك لا يجزئ في الحرم إلا بمكة، تمسكا بظاهر قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حج عليه، والله أعلم. والسؤال الآن، هل يجوز نقل لحوم الهدايا خارج الحرم؟ قال مجلس هيئة العلماء بالسعودية في قراره 77 بتاريخ 21/10/1400، فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع: واحد هدي التمتع أو القران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم، وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة. وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نأكل من لحوم بدوننا فوق ثلاث بمنى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودوا. رقم اثنين، ما يذبح الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب محظور أو ترك واجب، فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله لفقراء الحرم. رقم ثلاثة، ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم، فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر. ما طريقة سوق الهدي؟ سوق الهدي أو ما يسمى الإشعار والتقليد، يجوز للحاج أن يشتري هديه من الحرم كما يجوز له أن يسوقه من خارج الحرم، فإن ساقه استحب له أن يقلده ويشعره إن كان من الإبل أو البقر بلا خلاف. والتقليد
هو أن يجعل في عنق الهدي نعلا أو نعلين أو قطعة جلد ليعرف أنه هدي. الإشعار هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة، ويستحب الأيمن عند الشافعي وأحمد حتى يسيل دمها فيكون علامة على أنها من الهدي. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء أهل بالحج. هل تقلد الغنم؟ قال مالك وأبو حنيفة لا تقلد الغنم، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور داود تقلد، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلدها. توقيف الهدي بعرفة أو ما يسمى التعريف، ذهب مالك إلى أنه لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة، فإن ابتيع في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ وإن لم يوقف بعرفة. وقال الليث لا يكون هديا إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة. وحجته حديث طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بالبدن ولا يصح. وقال الشافعي والثوري وأبو ثور وقوف الهدي بعرفة سنة ولا حرج في تركه سواء كان داخلا من الحل أو لم يكن. وقال أبو حنيفة التعريف ليس بسنة. قلت والصواب أنه إن وقف بالهدي فهو حسن وإلا فلا حرج في تركه. قال ابن حزم لم يأت أمر بتعريف شيء من ذلك في قرآن ولا سنة، ولا يجب إلا ما أوجب الله تعالى في أحدهما، ولا قياس يوجب ذلك أيضا، لأن مناسك الحج إنما تلزم الناس لا الإبل. وعلى كل حال فتعريف الهدي في هذه الأيام فيه حرج شديد فلا يتكلف، والله أعلم. كيف تتم عملية ذبح ونحر الأنعام؟ النحر والذبح في الأنعام، اتفق أهل العلم على أن الزكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح، وأن من سنة الغنم الذبح، وأن من سنة الإبل النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. من سنة النحر الهدي أن تنحر وهي قائمة ومقيدة. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس أي قياما على ثلاث. وعن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي منها. وأما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى، وتشد قوائمها الثلاث على النحو الذي يأتي في الذبائح إن شاء الله تعالى. سادسا، هل يجوز انتفاع صاحب الهدي به؟ انتفاع صاحب الهدي به على أقوال العلماء. القول الأول الأكل من الهدي إذا بلغ محله. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد اختلف أهل العلم في الأكل من الهدي الواجب، فقال أبو حنيفة لا يؤكل من الهدي الواجب إلا هدي المتعة وهدي القران، وهو قول أكثر الحنابلة. وقال مالك يؤكل من الهدي الواجب إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى. وقال الشافعي لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين. قلت ما كان من الهدي أشبه بالكفارة فلا يؤكل منه، لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة منها، وهذا ظاهر في هدي جزاء الصيد وفدية الأذى وسائر دماء الجبران. وأما ما كان دم نسك فهو عبادة مبتدئة وليس دم جبران، فهذا يأكل منه. وهدي التمتع والقران هو هدي نسك على الراجح، شرع شكرا لله تعالى على ما أنعم به على الحاج من تيسير الحج والعمرة له في سفرة واحدة. ويؤيد هذا أن سبب الجبران محظور في الأصل، والتمتع جائز مطلقا، ولو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقا.
فعلم أنه دم نسك وهدي، وهذا مذهب الحنفية وأكثر الحنابلة، واختاره ابن تيمية، وعند الشافعية والمالكية أنه دم جبران، إلا أن المالكية أجازوا الأكل والأول أظهر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وقد كان قارنا، ففي حديث جابر: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها والله أعلم. وأما هدي التطوع فأجمعوا أنه يأكل منه إذا بلغ محله كسائر الناس، وإذا عطوا قبل أن يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه. فعن ابن عباس أن أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثه مع البدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. والسبب في نهيه ورفقته من الأكل منه خوف تعطيبهم الهدي لأجل نحره قبل أوانه. رقم 2، ركوب الهدي لمن احتاج إليه. يجوز أن يركب الهدي إذا احتاج بالمعروف من غير إضرار بها، وهو مذهب الشافعي لقوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن المنافع فيها الركوب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: يا رسول الله إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وعن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرها. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والظاهرية إلى أنه يركب ولو من غير حاجة، وحديث جابر حج عليهم والله أعلم. هل يعطى الجزار أجرته من الهدي؟ لا يعطى الجزار أجرته من الهدي. لا يجوز أن يعطى الجزار أجرة نحره أو ذبحه من الهدي، وإنما يجوز أن يتصدق عليه منه بعد إعطائه أجرته. لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. ماذا يفعل الحاج الذي لا يستطيع الهدي؟ الصيام لمن لم يستطع الهدي، من كان قارنا أو متمتعا فإنه يجب عليه هدي كما تقدم. فإن لم يملك ثمن الهدي ولم يستطعه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متى يصوم الأيام الثلاثة؟ اختلف العلماء في الأيام الثلاثة التي تصام في الحج على أقوال، أشهرها قولان: الأول أنه يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، واختاره ابن تيمية، ويستحب أن يجعلها 7 من ذي الحجة ويوم التروية ويوم عرفة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وعن أحمد أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، فإن قيل إن الله تعالى قال: 3 أيام في الحج، فيقال: نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. الثاني أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام، وهو مذهب المالكية والشافعية لقوله تعالى: 3 أيام في الحج، وهو مروي عن ابن عمر. قلت: كلا القولين متجه يحتمله معنى الآية الكريمة، والأول لا مانع منه، على أن يلاحظ الآتي: رقم 1، لا ينبغي تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية لأجل الصيام، فإنه خلاف السنة كما تقدم. والغالب على الظن
أن من الصحابة الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية من كان فقيرا لم يسق الهدي ولم يقدم الإحرام بالحج. رقم 2، أنه لا ينبغي أن يصوم الحاج يوم عرفة لأنه خلاف السنة كما تقدم، فإن شاء صام السادس والسابع والتروية كما قال أحمد واختاره ابن باز رحمه الله. رقم 3، الذي يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق كما يفهم من حديث ابن عمر وعائشة، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا هو الأحوط وبه يخرج من الخلاف السابق. 4، لا يجوز أن يؤخر صيام الثلاثة عن أيام التشريق لأن ما بعد أيام التشريق ليست من أيام الحج. 5، إذا صام قبل أيام التشريق فلا يشترط أن يصومها متتابعة لأن الآية لم تقيد الصيام بالتتابع، والأصل إطلاق ما أطلقه الله ورسوله، فإن ابتدأ صيامه في أول أيام التشريق لزمه التتابع لإيقاع الصيام في أيام الحج، والله أعلم. وماذا عن المحصر إذا لم يستطع الهدي؟ تقدم أن من أحصر ولم يكن اشترط في إحرامه يجب عليه هدي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ويذبحه في مكان الإحصار ثم يحلق رأسه. فعن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه، فإن لم يستطع أو لم يجده فالصواب أنه يحل ولا شيء عليه، لا صيام ولا غيره. وأما من قاسه على هدي التمتع ففيه نظر. رقم 1، أنه كان معه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية وغيرها عدد كبير من أصحابه وفيهم الفقراء، ولم يرد أنه أمر من لم يجد الهدي بالصوم 10 أيام، والأصل البراءة. 2، أن حكم التمتع والإحصار آية واحدة، فذكر البدل عن الهدي في التمتع ولم يذكره في الإحصار، ثم انتقل إلى حكم آخر فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم، فدل على أن لا شيء على المحصر الذي لا يجد هديا، فكان القياس مخالفا للنص. رقم 3، أن هذا القياس قياس مع الفارق، فإن بين التمتع والإحصار فرقا عظيما، فالمتمتع ترفه بالتحلل من العمرة وحصل له مقصوده بالحج، والمحصر لم يحصل له مقصوده. حجاج.